الملكة بتخبي ابنها الملك الحقيقي عن العالم عشان شايفاه ضعيف وهفق وما ينفعش يحكم في السن ده، ودي كانت حجتها مش عشان لا سمح الله طمعنا في الحكم ولا حاجة. فيا حبة عيني كانت رمياه يعيش مع عمة الشعب مجهول، وأي حد يعرف هو مين كان مصيره الموت. وده بالظبط اللي حصل مع صاحب البطل اللي حاول يروح العاصمة بأي طريقة عشان يدور على أبوه وأخته اللي فرقوهم زمان وهم صغيرين، بس الحظ الهباب شاف الملك وعرف هو مين. ما كانش يعرف ان اليوم اللي هيشوف فيه ابوه اخيرا كان هيبقى اخر يوم في حياته. ساعتها قرر الاب ان ياخد البطل مكان ابنه، وقال للبطلة بنته ان ده اخوها اللي ما كانوش لاقينه بقاله سنين، بس هي الصراحة ما كانتش مصدقة. الملكة قررت إن هي تصنع مستقبل البلد بمجموعة شباب يحموها اسمهم ورانج. وكانت شرطة إيه يا جماعة؟ إن الرجالة يكونوا مميزين مش في القوة، لأ في الجمال، لدرجة إن القمر لما يشوفهم يستحي. ده مش كلامي، ده كلام المسلسل نفسه. أنا بالنسبة لي ما بشوفهم وبشوف نفسي في المراية بستحي. والشرط ده عشان هما يعني بيمثلوا البلد فتزيد من شعبيتهم، مش عشان تزيد من نسبة مشاهدة المسلسل وتجيب رجلينا ولا حاجة. وبنت اللعيبة برضو كان من شرطها ان هي تجيب اولاد كبار البلد اعدائها هما اللي يخدموها، بس طبعا كبار رجال البلد المعارضين رفضوا. عملت فتنة ما بين اولادهم وخلتهم يطحنوا بعض على ارض مقدسة، وبعدين قبضت عليهم. فبكده عرفت تذل رجال كبار الدولة عشان تعفوا عن اولادهم. ها هتخلوهم يشتغلوا عندي ولا اقيم عليهم الحد؟ ابنها اول لما عرف ان هي بتعمل مشروع هو رانج اما قدم فيه، اهو يقف على قلبها يشوف هي بتعمل ايه من وراه. وبكده اتجمع فريق هو رانج، اجمل واوسم والطف شباب في العصر ده. اول لما اتجمعوا كانوا مرحبين ببعض جدا، وعن الالتزام لما دخلوا هو رانج كانوا واخدين الموضوع جد جدا، ما كانوش بيهربوا من المعسكر بالليل. ودي كانت نتيجة التزامهم الزايد، فتعاقبوا ان هم يلفوا بالراجل ده 100 لفة. تم تدريب هو رانج على اعلى مستوى، من التعليم، من القتال، اليوغا، يغسلوا لبسهم، حتى الرقص والدقة على الطبول. وده كان من أهم المهام اللي عرفت الشعب على هو رانج لما عملوا استعراض كبير. بس قبل ما يكمل الاستعراض كبار البلد المعارضين بوظوا الطبول عشان يدمروا المهرجان وهو رانج ينزلوا من نظر الشعب، يعني مش عارفين يطبلوا هيعملوا ايه في البلد. بس على مين؟ على هو رانج برضو. اتصرفوا وكملوا المهرجان لآخره وأسعدوا الشعب ونالوا شعبية كبيرة. البطل والملك كانوا بيحبوا نفس البطلة، وتقريبا كل المسلسل هي تتعرض للخطر وهما ينقذوها. كان في بنت شافت أخوها هربان من المعسكر فقالت أيوة بقى هو ده اليوم الموعود اللي هنتقم وافضح فيه أخويا. فراحت تنتقم بطريقتها الخاصة، بس المصيبة ما طلعش هو ده، طلع من ألد أعداء أخوها أصلا.
كل الناس وأخوها بقى افتكروا العكس، إن هو اللي ضايقها، وعشان تصلح الموقف كان دايما أخوها هو اللي بيبقى الضحية. راحت المعسكر مخصوص عشان تعتذر، بس أخوها هجم عليه تاني بيقطع عنها الجو. اتقربوا من بعض قوي، حتى الأعداء بقوا أصحاب، والبطل الملك بقى صاحبه الأنتيم على الرغم إن هو داخل ينتقم من الملك. اكتشفوا إن الملك داخل المعسكر ما بينهم، والكل بيحاول يعرف مين فيهم الملك بالظبط. وعشان البطل أثبت شجاعته قدام أمير شرير، وكمان خطط إن هو يهرب الأسرة من شعبه بمساعدة وران، كبار رجال الدولة بعتوا ناس تقتله، بس أصحابه أنقذوه. جد في يا جماعة من بي تي اس طلب من أخوه الكبير إنه يسم سيفه ويقتل بيه البطل على أساس إن هو الملك ويتخلص منه، بس في عرف بالموضوع وكانت أتعس لحظة في حياتنا. الملك ما قدرش يستحمل أكتر من كده وراح ظهر نفسه للأعداء، وكمان أعلن قدام كل رجال الدولة الوزراء إن هو الملك الحقيقي، فالملكة طبعا اتشلت. البطل طلع من العيلة الملكة، بس الملكة اتخلصت من مامته، فأبوه بعده عن القصر نهائي وخرجه من العاصمة عشان يحمي، وعاش وهو صغير يتيم. كبار رجال البلد حبوا يستغلوا الموقف ده جدا في صالحهم، فقاملوا ان هم يعملوا انقلاب في يوم تتويج الملك ويخلوا البطل مكانه. الصداقة وحب البلد الشديد أغلى من أي أطماع سياسية، وهو ده ورانج. يا جماعة عندي صديقة مغربية مقربة مني جدا جدا جدا، عندها امتحانات قريب وهي طالبة دعواتكم، عشان هي كانت مطبقة على المسلسلات ما فتحتش مادة، فهي بتتمنى ان الدعوات من غريب تكون مستجابة، فادعوا لها ربنا يوفقها. ودلوقتي هقول اسامي الفانز الحلوين جدا اللي طلبوا مني اخر مرة اقول اساميهم في الصفحة وانا شفتهم: منى طارق، ايا محمد، امل، هنا تامر، شوق محمد، هنا سمير، أمينة يحيى، ضحى عصام، حبيبة أحمد، سلمى محسن، جمانة، صدرة، زينب، شهد، لوكا، ديما، هبة محمد، روان، جهاد، جنى أيمن، يارا أحمد، حنين الشمري، هلا عبد الجليل برهان، تقى فؤاد، فترة ندى، هنا، تسنيم العموري، إلاف شريف، رفايدة. وفي رسالة مخصوص من سارة قيسي بتقول لصاحبتها نورة الشمسي: بحبك قوي. كانت معكم لبنى ماجد من صفحة كوريا أنيان.